التحية متجددة مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، وتواصلنا مستمر في هذا اليوم مع تواصل انطلاقات سن الفطامين وتواصل هذه التحديات، هذه المكرمة وهذه التسعيرة في هذا اليوم. نسير مع ثالث أشواط هذا الصباح وهو يعتبر الشوط الثالث الخاص بالإبكار، ونسير إلى الصدارة الأولى إلى المركز الأول، وهذه هي عروبة علي بن راشد بن علي بن ضبعة الاكتبي، بينما الغادمة في المركز الثاني الظبي احمد بن عبيد بن سالم النعامي غادما بالظبي، بينما في المركز الثالث الواصلة من الجانب الاخر او هذه هي سمحة حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، بينما في المركز الرابع شوف لي هناك من القادمة، هذه هي انتصار احمد بن محمد بن راشد الخاطري، بينما في المركز اللي تتدخل من الجانب الاخر او هذه هي تقدمت ابعاد ولا قريبين محمد بن سالم بن مصبح بن غليفه الاغضلي، هذه هي الاسماء هكذا هي الشعارات الباحثه عن الانتصار في مكرمه ابو راشد السنويه، لكن عوده الى الصداره، عوده الى المقدمه، الى البدايه الاولى، الى سمحه، الله يا سمحه، هذه هي سمحه على الصدارة على المركز الأول، يقودها حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، والله يرحم بن يريو، روح من أجل التسعيرة، روح من أجل الانتصار، الله الله، سلامي للفقع، سلامي للفقع، تحية لأهالي السمحة يستاهلون الانتصار، تهانينا لحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري على فوز سمحة وانتزاعها لناموسي هذا الشوط. المركز الثاني وصلت انتصار احمد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري، المركز الثالث كان الوصول من ابعاد محمد بن سالم بن مصبح بن خليفه الاغفلي من احتل المركز الثالث، هكذا هي نتيجتنا للثلاث المراكز الاولى، تهنيتنا وناموس لمالك سمحه حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري الذي خطف ناموس هذا الشوط، ولحظه وصول سمحه الى خط النهايه بتوقيت زمني مقداره دقيقتين وسبع ثواني، تهانينا والناموس لبو سعيد على هذا الفوز، وتهانينا لجميع الفائزين.